على أنغام إسلام تشيبسي سترقص بيروت. الموزع الموسيقي وفرقته EEK مزجا الموسيقى الشعبية المصرية بطريقة إلكترونية أذهلت العالم، وهو اليوم يحط في بيروت. أنا مش بغني مهرجانات، أنا بعمل مزيكا إلكترونية، تكنيكات مع سنكات مع الدرمزات اللي معايا، وموضوع عبارة إذا تقدر تقول كده روح، حاجة بتخرج من جوانا طاقة. EEK بقى لها 6 سنين، وانا قبليها ب4 سنين بعمل التكنيك بتاعي، لكن ما اكتملش تكوينه ولا ما قابلت خالد واسلام. بقينا نعمل مزيكا، يعني بنعمل جمل وبنعمل حاجات ارتجالي من غير ما نتفق عليها، بنعملها وبالنظر، في حاجات بنعملها مع بعض بالنظر، بنعد وبنقول الحاجه دي، فالطبيعي ان هي بتطلع بطبيعتنا وبتطلع الحمد لله حلوه وبتعجب الناس، دي اهم حاجه عندي. هذا الثلاثي سيفتتح مهرجان بيروت اند بيوند الذي سيقدم بنسخته الثانية فرقا مميزة ومستقلة من العالم العربي، إضافة إلى موسيقيين من بلدان أوروبية مختلفة. إنه عنا 11 حفلة بأكثر من مسرح ببيروت، في عنا حفلة بطرابلس بالتعاون مع مؤسسة الصفدة. كل هيدي الفرق هي فرق جديدة نوعا ما، عندها مشروع موسيقي، عم بتسجل الألبوم الجديد تبعها أو الأول أو الثاني، وبحاجة لمنصة مثل بيروت أند بيوند لتدعمها تنطلق بشغلها، تنطلق بموسيقتها. موسيقى إلكترونية، جاز، ريغي وغيرها من الأنواع الموسيقية ستجتمع في بيروت أند بيوند، مهرجان سيأخذك في جولة على موسيقى العالم.